نعم. أنا اليهود صارت في دير ياسين وهذولا تعمل زي ما قال أخويا إرهاب وذبحوا وكتلوا ونسوان وما نسوان. خوف الناس. دير ياسين وإيش أخرى في حوالي ولا 70 بلد سافين منها. الدوائم كذا. الدوائم فيها. لا الدوائم فيها كمان. المهم يعني في كان إرهاب من اليهود ودعاية منتشرة بشكل. نعم. فإحنا أهل البلد رحنا جمعنا إيش؟ جمعنا سلاح، يعني كل حمولة تشتري 4-5 بواريك. نعم. البارود الخربان ما كانش يعني هيك. البارود صح. كان سعيد عبد الفتاح الله يسهل عليه وذولا راح على سوريا. لا والله هذا سعيد راح على مصر يشتري كان سلاح. هذا كان من العزة وهو يعني مبين معروف يعني. وش هالزي ما جابش. جابوا لنا خلقان بواريد يعني الفشقة هذه بتطيح في راس المسورة كلها مهور مصدر خربنات ولا أي حاجة. صارت يا سيدنا عاد إحنا لمينا لأهل البلد يعني حوالي 200 شاب من هالشباب وحطيتنا في البلد نسهر ليل نهار على البلد. أجانا قسم من عراق المنشي والفلوجي جماعة المصريين مصاروا جيش مصري قالوا إحنا استحلينا عقور. بقولوا إحنا استحلينا البلد كان اللي يسكنوا فيها يقولوا إحنا استحلينا عقور. هذا القسم اللي إحنا أجوا المصاروا فيه جابوا معاهم واحد يوغوسلافي. قال هذا اليوغوسلافي وطني وابصر جاسوس مع اليهود. والله يا جماعة اليهود ما بصيرش هذا الحكي. المهم قال لا هذا تمام التمام. المهم جاب معاهم هون وفكرز بيقولوا عنه. المهم نعمل في البلد حراسة من المغرب للصبح يعني أقسام. نعم. الله ينعم. مناوبات. فبعدها يا سيدنا إحنا أجوين أجا الجيش السوري. إحنا أجا قسمتنا أجا الجيش السوري ونزل على وادي الصرار وعلى النعالي عشان تسمع فيها قرب قرب الرملة. وادي الصرار هذا وادي الصرار كان محطة تركية من زمان. هذا فيها كان بيقولوا له القصمار تبع تركية ما بتعرفش انت. المهم محطة اجوا السوريين سكنوا هناك فيها يعني بعرفش كم من واحد. المهم قيادة سورية نزلوا في المحطة اسمها محطة وادي الصرار. اسمها وادي الصرار قرب من قزازة وبال خلدة للرمل التابعة. فالمهم يوم احنا متجمعين الظهر وان من الكبانية تبعت كدنا هذه خلدة النعاني عفوا وضربوا علينا من هالهون اليهود يعني زي ما تقول طردونا التطريد هيش. وفي جيش سوري وفي جيش مصري. في جيش سوري وقتها انا كان معي بارودة اخذتها من ابن عمي
يا زلمه ماشي سلاح يا زلمه، هذه فشك بقينا نقولها مكش، هذه واحده فشكه واحده ودفينا بعد اسمها السمينوف زي هي من شايف. المهم يوم اذكرت انا رحت اخذتها من ابن عمي ورحت مسافه يعني من عجور على وادي السرار معاي خمس فشكات، خمس ولا اللي بنعرف احنا شو الخمس ولا المهم نهار ليله هزيه انا بسهر تحت الشجر على باب المعسكر تبع هذولا، طخيت هالطلقة هزاي ناحية الكوبانية نزلت هزاي اسحب اسحب ما فيش، حطيتها تحت رجلي كبشت الله يب مكفرشة انكسر اراحت خشب مسوس ابدا. المهم يا سيدنا هناك قلنا لهم البارود انكسرت، قالوا هات بدنا نروح بنعمرها، كان مركزهم غزة نعمرها معنا نعمرها شو بدكم تعمروا فيها؟ المهم كمان ليلة نزلوا علينا برضه كمان بالهون، المهم شردونا رحلنا شردنا كل اللي فيها المصاري وشو اسمه هذا، كان هذولا احنا الإقزازة ومغلس وطل الصافي وهذولا القرى المحيطة المحيط هذه كانت فيها مركز ذخير كله ذخيرة. نعم نروح نتسلل مش احنا يعني الشباب اللي هذا يتسللوا ويشتروا صناديق فشك بعشر لراتب ثمان لراتب هذا صندوق فشك والله في ناس كانت طخوهم وماتوا يعني من بلدنا شباب. اذا سمحت لك فرصه ترجع لقريتك ترجع؟ الله اكبر ما بديش ولا حاجه كل بلاد يعني يكون معاكم خبر اقسم بالله اقسم بالله ان بيحكي يعني ما واحد لاجي اسمه لاجي وطلع بلدي ويكون هذا معاه ثروه قد ما يكون ثروه معاه يقول انا ما بدي ثروتي بس ارجع للبلد، يعني البلد لا غنى عنها.